يعني من الأسئلة الوجودية اللي تواجه كل إنسان في حياته هو سبب وجوده في هالدنيا هذه، وكل إنسان يبحث عن القيمة، يبحث عن السبب الحقيقي لوجوده، ليش الله خلقه؟ فشنو شنو شنو الدكتور؟ والله يشهد الله، لماذا الله خلقنا؟ خلقنا لأنه يحبنا أربع أنواع من الحب، يحب شخصياً، لماذا؟ يعني لولا الله يحب سيادتك والكلام للجميع ما كان خلقك، إذن هو يحبك فخلقك. ثانياً يمكن أن أظهر على الحياة ألاقي حالي حشرة ولا سمكة، يعني هل أنا فرضت حالي إنسان؟ فحينما خلقني إنسان إذن هذا حب هائل. ولقد كرمنا بني آدم، الكل مكرم كونه بني آدم بغض النظر عن دينه وعن جنسه، الله كرمه خلص، فالإنسان مكرم. والرسول عليه الصلاة والسلام وقف إلى جنازة غير مسلمة، قالوا يا رسول، قال لهم إنه من بني آدم إذن مكرم. ثالثاً يعني أسمعنا في دينه، فخلقنا إلى سبب واحد فقط، كل المخلوقات الأخرى ما عندها الشعور بالمتعة. يعني فرضاً إذا أحضرت عصفور وضعته في قفص ذهب أو قفص خشب بالنسبة له عادي، نفس الشيء الإنسان فقط يشعر بالمتعة، حتى الملائكة الكرام ما عندهم شعور في المتعة، طبعاً مع احترام الجميع. هنالك ملائكة الله مخصص للإشراف على الجنة، وملائكة مخصصين للإشراف على النار. يعني ملك النار ما بيشعر بالغصة، يا ربي كان حطني بالجنة يعني هن سيان، لكن الله عنده جنة عرضها السماوات والأرض، خلقنا لكي نستمتع في جنته. والله يريد الجنة، الله على فرعون ما غضب فأرسل له رسولين مع آيات بينات تسعة للإقناع حتى ياخذوا على الجنة. فالذي لا يريد الجنة هو مصر على النار، والله يدعو إلى الجنة. فأحبوا الله فهو يحبكم، خلقنا لأنه يحبنا يحبنا، وإلا ما كان يريدنا أصلا. يعني فلذلك يعني الله خلقنا لكي نفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فالمسلم والمسلمة وكل إنسان يجب أن يكون كل يوم عنده عيد. جميل جميل.